السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. القدس مدينة السماء. القدس مدينة السماء، جامعة رسالات السماء، عربية الأجداد والآباء، عربية اليوم والأمس، غدا تعود في ثياب العرس. القدس مدينة المدائن، غدا تعود الحرم الآمن لكل آمن، تدق الأجراس ويعلو صوت الأذان في سماء مدينة الرسالات. في القدس حبيبة السلام لكل إنسان. ولنعد إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد. القبة الشماء على رأسها كالتاج، ومض البارق حين مضى البراق، حين أضاءت ليلة الإسراء وجاء السراج يضيء في الآفاق. باب الرحمة أول محراب في الإسلام، أولى القبلتين وثاني البيتين وثالث الحرمين. القدس. أيها الفرسان، اربطوا خيولكم في هذه الأعمدة بأمري أنا الملك بولدوين ملك بيت المقدس. أمر الله ينفذ في قلبك، أمر الله أقوى من أمرك. ماذا تقول؟ ومن أنت؟ أنا شيخ في محراب، ليست في يدي سيوف أو حراب. أخرج من هنا قبل أن تقطعك سيوفنا. تربط الخيل في أعمدة المسجد الأقصى وأربطك أنت في حافر حصاني. هيا يا ملك، أخرج من هنا. يا ملك، أنت في يدك سيف، وأنا عندي ما هو أقوى من سيفك، يحطمك، يكسرك، يهزمك. خذها ضربة واحدة تقتلك. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أيها الفرسان، اربطوا خيولكم في هذه الساحة، هذا المسجد جعلته كنيسة لكم. هيا اربطوا الخيل، هيا اربطوا الخيل. ماذا فعلت يا بولدوين؟ ضربته بسيفي، أطحت بعنقه وهو جالس في محرابه. لماذا يا بولدوين؟ ماذا فعل لك؟ أغضبني، لم يطع أمري. شيخ ضرير في هذا المسجد يعارضني، أنا بولدوين ملك بيت المقدس. اهدأ اهدأ، أنت لازلت غاضبا وغضوبا. تقتل شيخا ضريرا، ليس بيده سيف يا بولدوين؟ قال لي إن عنده ما هو أقوى من السيف. هل هناك ما هو أقوى من السيف يا ملكتي؟ لا أعلم، هل سألته؟ كيف أسأله؟ كيف أناقش شيخا ضريرا متحديا وأنا بين فرساني؟ كانوا يربطون خيولهم في أعمدة المسجد، كانوا يتيهون بثيابهم الفاخرة وسيوفهم اللامعة، منظر رائع رائع لولا هذا الشيخ الضرير. الملك الفارس بولدوين يقتل شيخا ضريرا، هل كان الشيخ يصلي يا بولدوين؟ كان قبل أن يمتد إليه سيفي يركع ويسجد. أعد لي طعام العشاء، فأنا جائع وأريد أن أكل ثم أريد أن أنام. طعام العشاء للملك، أسرع يا جوريكا. وجعلوا من المسجد الأقصى مكانا لإقامة فرسانهم، وجعلوا من مسجد الصخرة كنيسة رسموا عليها صلبانهم. ما هذا؟ أريد أن أنام. هل أزعجك الشيخ الضرير الذي قتلته؟ لا لا لا، أنا قتلت كثيرين مثله، مبصر وبعضهم ضرير. داست خيولي فوق نساء وأطفال، حصدتهم حصدا وأنا داخل إلى هذه المدينة المقدسة. ولماذا لا تنام؟ أنام؟ كيف أنام؟ ألا تسمعين؟
هل تزعجك هذه الأصوات يا ملك العزيز؟ المسلمون المسلمون، ماذا يقولون؟ هل أدعو لك الطبيب؟ أنت في حاجة إلى دواء ينومك. وإذا نمت أنا كيف ينام فرساني؟ هذا الصوت لا ينام لا ينام، كيف نام فرساني هذه الليلة؟ هذه الليلة ماذا أقول؟ ليلة ملعونة ملعونة. لماذا قتلت الشيخ الضرير وهو قائم يصلي؟ لماذا ربطت خيولي في أعمدة المسجد؟ الفرسان داسوا بأقدامهم على الكتب، عربدوا في المسجد. نم يا ملك العزيز، نم يا ملك بيت المقدس. كيف أنام؟ ألا تسمعين؟ انظري انظري من هذه النافذة، خيوط الفجر تشق ظلمة الليل. هذه المدينة بيت المقدس لا تنام ولا تموت، أخبتها بالسيف ولا زالت مآذنها صاحية. ضربت الشيخ الضرير بالسيف وقال لي إن عنده ما هو أقوى من السيف. القرآن خالد باق في كل زمان ومكان. هل تسمعين؟ أنا ملك اللاتين، أنا ملك بيت المقدس، هل تسمعين؟ ماذا؟ ماذا بك يا ملك العظيم؟ أنا الملك، أنا القائد الأعلى للجيش في زمن الحرب، أنا باذل العطاء في زمن السلم، أملك الأرض، أملك الموانئ عند شاطئ البحر، عند صور وعند يافا، أنا ملك اللاتين في بيت المقدس. نم، نم قليلا حتى الصباح. صباح، المساء، الليل، تسمعين هذا الصوت؟ هذا صوت لا ينام، هذا صوت الإسلام. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يحطم يكسر كيف أسكت هذا الصوت؟ هل تسمعين؟ ماذا أسمع؟ الشيخ الضرير يتكلم. ألم تسمعي؟ حطم يكسر يهزم. لم أسمع شيئا، ماذا بك يا ملك العزيز؟ أنا أسمعه. أنت تحطمني، تهزمني. لا 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 لا، أين السيف؟ أين فرسي؟ أين ذرعي؟ أين الفرسان؟ أين اهدأ يا ملك العظيم، اهدأ. كيف أهدأ وأنا أسمع؟ وقامت دولة ملوك اللاتين في بيت المقدس. دولة طاغية باغية احتمت خلف الصليب واتخذت من التعصب المرذول شعارا، وأرادت أن تسلب من العرب المسلمين منارا. مولاتي الملكة ميرسيندا ملكة بيت المقدس. ماذا؟ مولاي بولدون الثالث يطالب بالعرش، هو الذي ينازعني. اسمع أيها الحاجب. مولاتي، لن تتزعزع سلطة الملكة في المملكة. مولاتي الملكة، الأمر خطير. أنا لا أعرف الخطر، مملكة بيت المقدس ملكي أنا. بيت المقدس بيت من بيوت الله، من طغى عليه قصده الله وحطمه الله. ما هذا الصوت؟ ما هذا الصوت يا حجب المملكة؟ أي صوت يا مولاتي؟ ألم تسمع؟ لم أسمع صوتا يا مولاتي. تكلم ما دمت لا تسمع. الأمير هيود دي بيوزيه كونت يافا. ابن عمي، ما شأنه هو الآخر؟ تحالف مع أمير الأردن رومانوس. ضدي أنا؟ كلهم يتحالفون ضدي أنا؟ الخونة الخونة، يحاكمون. أعلن أيها الحاجب
أنني تنازلت عن الملك لولدي ملك بيت المقدس بولدوين الثالث خلفا لجده الأكبر بولدوين الأول. أمر مولاتي الملكة. أعلن لجميع النبلاء والبارونات وحكام الولايات أن ملك بيت المقدس هو الملك بولدوين الثالث. كنت أخشى أن يطمع المسلمون في استعادة بيت المقدس، كنت أخشى أن تتمزق مملكة اللاتين. مولاتي الملكة ميليسندا، البطريرك الأكبر بعث برسالة. ماذا يقول وماذا يريد؟ يطلب العفو عن الخارجين والصلح بينكم أجمعين. مرحبا بكم. عفوت وصالحنا، ولكن هل تبقى في القدس مملكة اللاتين؟ يا قتل الأنبياء، يا جامعة لرسالات السماء، يا عربية الأجداد والآباء، يا قدس غدا تعودين يا قدس في ثياب العرس. غدا وإلى الأبد القدس مدينة السماء. يشترك في البطولة حسين عبد القادر، محمد شاكر، عبد المنعم أبو الفتوح، جلال توفيق، مدحت مرسي، محمد إسماعيل، أحمد نجيب عبده، سيد القاضي، سيد منير، محمد منصور، محمد فايق عزم، سمير فتحي، أمام عبد المطلب، علي قاعود، بشرى القصبي، ومحمود السيد. المؤلف عبد المنعم شميس. المخرج علي أيجاد.